قافلة مساعدات إنسانية إلى بلدات الغنطة ودار كبيرة وتير معلنة بعد التأخير دام ما يقارب الشهرين. طبعا أفرع النظام قامت بتأخيرها أو منعها من الدخول. آخر قافلة دخلت إلى هذه المنطقة بتاريخ 19 من شهر تشرين الأول من العام الماضي، واليوم القافلة دخلت بتاريخ 4 من شهر آذار 2018. هنالك فارق طويل بين القافلتين، 4 أشهر ونصف تقريبا. هذا ما أدى إلى ازدياد المعاناة الإنسانية لدى الأهالي في هذه المناطق، ونتيجة فقدان مادة الطحين بشكل كامل التي كانت تدخل مع القوافل أدت إلى ازدياد المأساة والحصار الذي تفرضه قوات النظام على ريف الشمالي لمدينة حمص ومنها هذه البلدات التي ذكرناها.